وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المضطهدين المشردين عن الأوطان. سادتي ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الدمع لا يرقى مدى الأزمان لرزية المذبوح والعطشان. هذه المدامع سيلها متواصل من كل قاص في الأنام وداني لهفي على العباس وهو مجدل، والصبط يدعو في رحايا الميدان. ظهر انحنى من عظم ما قد حل بي، يا أوصل الأصحاب والأخوان. ثم انثنى نحو الخيام مناديا، هذا الوداع ولا وداع ثاني. نادته زينب والجواب فؤادها، روح الفدا يا سيد الأكوان. أخي كيف أراك في حر الثرى دام الوليد مضرج الجثمان. ولهفتا وغربتا وحسرتا تبدو السبايا من بني عدنان. جئنا من الحرم المنيع بعزة وحماية الفرسان والشجعان. لكنها ثم انثنينا راجعين بلا حمن غير اليتامى يا والأسير العاني.
والصبط مطروح ثلاثا بالعراء ملقا بلا غسل ولا أجفاني غصبا علي سافرت يا مهجة حشا يا حسين يا الماضاق من قبل الذبح ما سافرت جسمك عالثرى والراس ويا فوق الرمح مشهور يبرى للضعين لو خيروني خلي صبقت ويا أقعد لعد جسمك يا نور العين وانعى لكن لو ظليت من يبرى اليتامى ولو طوح الحادي وحدايا بهذا الضعيف ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال خضروا موتاكم فما أقل المخضرين يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله ورحم الله من يقرأ سورة الفاتحة لمن اجتمعنا لأجله وسببه. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم. بشكل مختصر الشريعة الإسلامية كما أنها أعطت اهتمام خاص للإنسان الحي أيضا أولت اهتماما معينا وأيضا خاصا للإنسان الميت الذي يموت أيضا له تقدير في الشريعة. ليس بمعنى أنه ميت خلاص ما علينا منه، لا، هناك تعاليم إسلامية عند الاحتضار، هناك تعاليم إسلامية عند الموت، هناك تعاليم إسلامية حال الدفن، هناك تعاليم إسلامية بعد الدفن، هناك تعاليم إسلامية تستمر بشكل خاص نعم مع أهله المقربين. فهذا كله يحتاج الإنسان أن ماذا؟ أن يثير إسلاميا. بعضها يدور في دائرة الوجوب والواجب، بعضها يدور في دائرة شنو؟ الاستحباب. الشريعة الإسلامية من باب المثال كما في هذه الرواية التي صدرت بها المجلس مثلا، شنو قالت الرواية؟ خضروا موتاكم فما أقل المخضرين يوم القيامة. شنو يعني خضروا موتاكم؟ خضروا موتاكم بعض العلماء افتهمها من ناحيتين، مرة افتهمها من خلال نفس الجسد، خضروا موتاكم يعني الميت، ولذلك استحب في الشريعة الإسلامية استحبابها
عندما يغسل نعم الميت شنو يحطون نعم إلى جانبه الأيمن؟ جريد من النخل، أحسنتم، جريدة نخل. قالوا بأن مع غض النظر عن الروايات الخاصة، فقال العلماء أنه يستحب للمغسل إذا غسل الميت، مو واجب، استحباب، أن يضع إلى شنو؟ جريدة من النخل، وتكون جريدة ماذا؟ رطبة، مو يابسة، ما يصير يابسة، لابد أن تكون شنو؟ رطبة، يعني تقلعها من النخلة وتجيبها وتحطها، هذه واحدة. الجريدة الثانية على شماله ولكن ليست ملاصقة لجسده، فقالوا خضروا موتاكم الآن مع غض النظر عن العلة، هاي واحدة. اثنين، بعض العلماء لا، قال خضروا موتاكم ما يقتصر على الميت بما هو ميت يعني في جسده، وإنما من خلال مكانه، مكان منه القبر الذي يدفن فيه، ولذلك خضروا موتاكم يعني خضروا قبور موتاكم. ولذلك عندنا نحن أتباع أهل البيت أيضا من الاستحباب، مستحب هذا، أنه نعم تأخذ جريد من النخل وتضعه نعم عند رأسه، وجريدة أخرى تضعها عند شنو؟ عند رجله. هذا وارد. الآن لا أريد أدخل في التفاصيل، يعني اليوم إحنا بعضهم يروح يوم الخميس مثلا ويأخذ له نعم مشموم وكذا ويحط على القبر، ماكو مانع أبدا، ماكو مانع من خلال الإطلاق، هذا تخضير للقبر. لكن ليش جريد النخل؟ مثلا أجيب لك مثال، هاي رواية أيضا موجودة، الرسول صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام نعم وهو مار بالبقيع وإذا به يسمع ميتا يستغيث. النبي له قدرة، له قدرة أمده الله عز وجل بها أنه يستطيع أن يعلم ماذا في داخل القبر. أنا وياك نروح المقبرة ما ندري ايش صاير، شنو منه يعذب منه منعم، ما نسمع ولا ندري، لكن الرسول لا، من خلال الوحي ومن خلال القدرة الإلهية، وهذا أكثر من حدث يعني. فيمر النبي وإذا به يسمع ميت يستغيث، قال ناولوني جريد من النخل، جابوا للنبي جريدة نخل رطبة نعم، وقسمها نصفين فوضع نعم قسم عند رأسه والآخر عند رجليه. فقيل يا رسول الله لما فعلت ذلك؟ ليش؟ قال فإن هذا مما يخفف العذاب على الميت. هذا ليها سور، أنت لما تحط جريد من النخل إليها تأثير، الله العالم يعني. قد أنت تسأل كيف يعني جريدة من النخل وبحطها وكذا؟ الآن موجود عندنا رواية أن هذه النخلة من ثمار وين؟ الجنة، من ثمار الجنة هاي النخلة. نعم هذه النخلة من ثمار الجنة، قد يكون نعم كرامة نعم للجنة ولعظمتها أن هذه النخلة مما لها تأثيرات، لكن العلماء قالوا نعم لا خصوصية، وإنما نعم نفس التخضير. هذا مثال. مثال آخر، افترض مثلا رش الماء، رش الماء هذا من المستحبات أيضا، أن ترش الماء قبر الميت، ترش عليه شنو؟ ماء، ترش عليه ماء. احنا نعم علينا عدم المبالغة، أنا بذكر النقد يعني من جهة، نعم يرش الماء، هذا رش الماء في زمن النبي موجود، رش الماء نعم في زمن أهل البيت، الرواية نعم واضحة، يونس بن يعقوب هذا من أصحاب الإمام، منه الكاظم والرضا، هذا الرجل جليل، لما توفى هذا الرجل التفت الإمام الرضا سلام الله عليه إلى نعم متولي أو المسؤول إن صح التعبير عن شنو، عن المقبرة اللي يدير أموره من ذاك الزمان موجود يعني، أو ناس قاعدين فوين
في المقبرة يقرون قرآن كذا. فالتفت الإمام إلى ذلك الرجل قال: يا هذا رش قبر يونس بن يعقوب، أعطى أجرة يعني، رش قبر يونس بن يعقوب 40 شهرا، مو شهر ولا شهرين، 40 شنو شهر، و40 يوما. هم ما نريد ندخل بعد في خصوصية ليش قال خب الإمام، إذا أنت تحسبها 40 شهر تصير كم سنة؟ تقريبا 3 سنين و4 أشهر، لأن كل سنة 12 في 3 هاي 36، عندك منك 4. الإمام قال لي 40 شهر، و40 شنو يوما. فأمره الإمام، قيل: يا ابن رسول الله لما؟ قال: من شأنه أن يخفف العذاب على صاحب القبر. هذا نوع من الاحترام والتقدير. لاحظ، احنا مطلوب ان نتعامل، نعم، مع الميت بالاحترام والتقدير، لكن بعض الاحيان جهة نقدية، الانسان خلي يومية يرش نعم القبر ماكو بأس، وخلى نعم يخضر القبر، لكن بعض الاحيان تجي الى القبور تشوف زارعين فيها، ويش شدي زرع يعني حاط له نوع من الزرع، شايفين انتوا لو مو شايفين، انا شايف وانتوا اتمنى شايفين، هذا خطا ما له داعي. خذ لك جريده من النخل، الخيل ما شاء الله بيوتنا كلها نخيل، جريد النخل انا اكد لك نعم افضل من هذا المشموم وغيره وكذا، جريدتين من النخل. وتعرف ميزه جريده النخل؟ جريده النخل من شانها نعم ان يطول بها الايام، هذا ترى المشموم بسرعه يذبل، لكن جريدة النخل لا ما تذبل، خصوصا إذا أنت بعد شنو قاعد ترش ماء على القبر. ولذلك أنت تشوف ليش أول الحين يمكن يعني اندثرت العادة، بس أول البيوت لما يعرسون ها في الأعراس شنو يحطون أمام البيت؟ ها كله سعف، مو صحيح؟ سعف وكذا، وكم هذا يمهل، ما يمهل يوم ويومين، حطونه قبل العرس ما أدري بكم من يوم، ويبقى بعد ما يذبل، هذا النخلة ما تذبل سعفتها بسرعة. ولذلك نعم أطال الله أعمار الجميع، إذا نعم والدك والدتك كذا، عليك بجريد النخل، له ميزة، أنا أعتقد له ميزة والله العالم. هذا من جهة، من جهة أخرى أيضا نؤكد هذا نوع من الاحترام والتقدير، أن تقرأ الفواتح. أرجع إلى الروايات، نعم نعم، في مجال التعزية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يواسون نعم الذين يفقدون آباءهم أمهاتهم، موجود عدة روايات موجودة. نعم قد الأمر يتطور نوعا ما، أنا أقول لك يتطور في دائرة الاستحباب، يكون يصير تطوير، يعني إذا كان سابقا نعم على نحو فردي، اليوم لا، على نحو جماعي، اليوم حسينيات موجودة، مآتم موجودة، هذا شقدس، وهذا ترى يدخل في نظام اسمه المنظومة الأخلاقية. تأمل أنت، وهذا مثال واضح، يعني الآن هنا مثلا الآن فاتحة، لو أن إنسان منكم نعم في منطقة بعيدة، منطقة بعيدة في الدير ساكن افترض مثلا ها نعم في كرزكان وكذا، وبيطلع من كرزكان او بيطلع من دار تشليب او بيطلع من منطقة بعيدة ويجي نعم الى المأتم هنا من اجل 5 دقائق، يقول لي عظم الله اجرك ومديدة، هذا ايش قد تسوى؟ صحيح لو لا؟ هذه يسمونها منظومة اخلاقية، هاي روايات وردت عندنا، هذا كلها في إطار شنو؟ في إطار الاحترام والتقدير للميت. هذا تراها أنت تقديرا للميت، بعض الأحيان ما تعرفه يمكن نعم ديك تلك المعرفة، لكن بما أنه إنسان ميت ولك صلة به تقول أنا أحترمه وأقدره. بعض العلماء ينقل السيد آية الله دستغيب نعم في قصصه، ذكر هو الاسم تفصيل، أن نعم بعض العلماء في مشهد يقول نعم ما يسمع، مجرد أن يسمع ميت نعم توفى يجي يسأل من هذا الميت، فلان اعطوني اسمه، ياخذ اسمه،
يذكر السيد دستغيب ياخذ اسمه يكتبه ويروح البيت. ليش؟ قال حتى يصلي نعم صلاة الوحشة لهذا الميت تقديرا إلى هاي الميت. يحتاج ولا ما يحتاج؟ يحتاج. احنا كلنا محتاجون، تمر علينا نعم أيام سوف نحتاج إلى مثل هذه الصلاة وإلى مثل هذا الرغيف وإلى مثل هذا الدرهم. ولذلك في إدارة أنا أقول الاستحباب، الخروج عن الاستحباب يمثل مشكلة بعض الأحيان، يمثل مشكلة دينية، يمكن يمثل مشكلة اجتماعية، يمكن يمثل مشكلة اقتصادية. يعني اليوم وهذه ذكروها كثير من العلماء أيضا في مجال النقد، في مجال الاستحباب يقولون إذا أهل الميت مات من عندهم ميت يستحب شنو؟ يستحب نعم جيرانه أقرباء شيء من هالقبيل، الأقرباء البعيدين يعني أن يطبخون في البيت، لأن دول أصحاب عزاء، هاي موجود الروايات أيضا، أن يطبخون في البيت ويجيبون نعم إلى شنو؟ إلى أهل الميت الغداء، يجيبون لهم العشاء على يومين ثلاثة أيام، لأنهم في مقام حزن، هم الآن نعم في مصيبة، نعم فقدوا فقيد. بينما اليوم لا، صاير الكاهل على منه؟ على أهل الميت. اليوم الكاهل على ولده، اليوم الكاهن نعم على أقرباء المقربين. جو الناس من أهل البعيدين وكذا إلى المنطقة، صارت عندنا عرف، وعرف بعد هم مشكلة، هذا صار هو يسوي الغداء وهو بعد يسوي ما أدري العشاء، وهو بيجيب العصير وهو بيجيب كثير من الأمور، وربما نعم بعض الأحيان تصل المسألة إلى أن هذا منهك اقتصادياً. أنا تعرضت لكذا شخص يعني يطلبون دين، ليش هالدين؟ قال بلي أنا عندي فاتحة وهذه الفاتحة نعم تحتاج إلى غدا ثلاثة أيام، هم نسوان وهم شنو؟ وهم رجال. هذا اللي صاير لولا، هذا اللي صاير. هذا أولا خلاف الاستحباب، شوف خرجنا عن دائرة الاستحباب، خلاف الاستحباب. والأمر الآخر يمثل مشكلة شنو؟ اقتصادية. يا أخي من الناس ممكن تستطيع. والصاير عجيب يعني الخروج عن هذا العرف اليوم صار كأن هذا شنو؟ والعياذ بالله بخيل. قالوا بخيل، هذا لا سوى لنا غدا، لا سوى لنا شيء. هذا خلاف العرف. احنا علينا أن نتحرك في نطاق الاستحباب مهما كان. الميت له تقدير، له احترام، تخضير، رش الماء، نعم قراءة الفاتحة، هذا من الأمور المهمة جدا. ولذلك أحد الآباء، شيء لطيف يعني، أحد الآباء جاء عندي قال شيخنا أبغيك تسوي لي وصية. قلت له أتريد أن أكون لك ناصح أو شيء وصية هكذا؟ وصية خبأكو أمور مرتبطة بالجانب المادي كذا. قلت له هذا بحث آخر ما أتدخل، بس بالجانب المعنوي. قال لي أوصني خلنا أشوف شنو. قلت له نعم إذا تقدر أنه نعم توصي ابنك أو أولادك، توصيهم أنه في كل يوم إلى مدة على الأقل 40 يوم خلي يومية يرشون قبرك بالماء، اكتبها في الوصية. هذا ترى شيء جيد، لأن بعض الأحيان مو دائما لا، بعض الأحيان هذا الابن والأبناء أخذتهم الانشغالات في الدنيا، ينشغل في الدنيا، بني بروح من خميس إلى خميس. ما أحوج هذا الأب إلى أن ترش قبره بالماء؟ ترى كنا معرضين إلى ضغطة القبر وإلى وحشة القبر. القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من شنو؟ من حفر النار والسجار بالنار. فما أحوج هذا الميت. الزهراء سلام الله عليها بما هي زهراء؟ الزهراء تعتبر رقم 3 في عالم الوجود الإنساني والبشري، رقم 3، الرسول صلى الله عليه وآله ورقم 1، ثم أمير المؤمنين عليه السلام، ثم من؟ ثم فاطمة الزهراء، ويأتي بعدهم ماذا؟ أهل البيت. أنا هكذا أفهم من الروايات، رواية صحيحة الإمام الصادق،
كلنا حجج الله على الخلق، وجدتنا فاطمة حجة الله شنو علينا، موجودة الرواية. فالزهراء بما هي زهراء أوصت علي: يا ابن العم أوصيك، شوف وصية من ضمن الوصية، أن تأتي في كل يوم. ها؟ ليش؟ قالت: نعم، حتى تقرأ القرآن عند رأسي. اجي عند رأسي، عند الرأس وتقرأ القرآن. هذه وصية الزهراء، يعني أنت ما دمت في المدينة يكون كل ليلة يا علي أن تأتي عند قبري وعند رأسي لتقرأ القرآن. ليش؟ قالت: فإن الميت يستأنس بالأحياء. بلي، هاي من ضمن وصية الزهراء. ليش أنا خل أجعل وصية؟ أنا أوصي أولادي، أوصي نعم فلان ابن الكبير، من ضمن الوصايا. ولذلك نعم هذا يعتبر أمور تقدير إلى الميت أيها الأحبة، في إطار الشريعة الإسلامية أن يقدر الميت. ما عندنا إحنا ميت يترك هكذا من غير غسل ولا كفن ولا تلقين ولا شيء، إلا الإمام أبي عبد الله الحسين إمام سلام الله عليه. الزهراء دفنها أمير المؤمنين وإن كان سرا، بس ما تركت الزهراء أساسا. تعجيل، التعجيل في الدفن هذا مطلوب إلا لغايات بعض الأحيان. ولذلك زينب عندها حالة استغراب. يوم 11، يوم 11 عندما عمر بن سعد لعنة الله عليه، وبعضهم يقول لا هذه كانت الحادثة يوم عاشر، على كلا التقديرين التفتت زينب عندما رأت نعم عمر بن سعد يدفن قتلاه، وترك ريحانة رسول الله على بوغاء كربلاء من غير غسل ولا دفن. فقالت زينب إلى عمر مستنكرة: يا عمر، أتدفن قتلاكم وتترك ريحانة رسول الله على بوغاء كربلاء من غير غسل ولا دفن؟ أنت مو مسلم، أما تخاف الله؟ إيش سوى اللعين؟ قال: من يجاوب نعم زينب بنت علي؟ شنو مراده؟ وإذا بعشرة نعم من أولاد الزنا يركبون على تلك الجياد الأعوجية، وإذا بهم يجولون على جسد الحسين، فرضوا ذلك الجسد حتى نعم. قالت زينب: لقد سمعت أضلاع أخي الحسين وهي تتكسر. ولذلك زينب من المستحيل أن تنسى هذه المواقف، أن تنسى جسد الحسين ورض جسد الحسين وأعضاء الحسين. اتقل لأخو يا خويا، خويا خويا يا خويا، خويا انشايان، تريدني انسى وبطل النوح ونيني، اخذ ذكراياك من قلبي واخذ صورتك من عيني. أني أيام العشت وياك أنا أغيك وتناغيني، إش بيد باقي وياي من ذيك الأيام أشبع. ولكن أجبرت العقيلة زينب أن تخرج من أرض كربلاء وتترك الحسين على بوغاء كربلاء. هنا نعمها ينكسر القلب،
صعب على زينب أن تترك الحسين بأي حالها. هي صورتها لنا لما كانت على الناقة نعمها وأرادت أن تودع الحسين، هي صورت هذا التصوير. إش قالتها؟ نادت يا رسول الله هذا حسينك بالعراء. حسينك قالت، ما قالت هذا حسين، لا، يعني هذا حبيبك، هذا روحك، هذا جسدك، هذا قلبك، هذا حسينك بالعراء مقطوع الراس من القفا مسلوب العمامة والردى مقطع الأعضاء ونحن بناتك سبايا وإلى الله المشتكى. لكن التفتت إلى الحسين، ها، يعز علي مسرانا وجسمك مودع ودعتك الكافي وقد سدت علي مقاصد الآراء، ما بك أصنع تقل لك في الحريم بغير والي تقطع البهيل والشام يا ابن أمي علينا درب بعيد. ومشي الحريم بليل فوق الغزة المجيد لو عثرة النوق المحامل لازم تمي ومحمل سكينة لو تزلزل من يجيله ولو طاح من عدنا طفل يا ولي يشيله وحاج الضعن تروي عني برد غليله هل بر الأقفر مات قطع للرجاج حرق الخيم يا حسين ما خلى لنا حق وحريمكم تواه عقلهم فقد الرجاء والله ما ظل إلنا جلد لركوب الجماع وما غمضت عيني ولا ساعة من ال لكن المصيبة أبا عبد الله التي لا طاقة لي على تحملها. إيه رحمة الله عليكم لعطيها. إيه شنو المصيبة؟ يردون نسافر يا بعد لو نخلي يردون نسافر يا بعد لو نخلي يا ليت من قبل السفر نقعد انواع هذا الفراق وين يا ابن امين لا لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسل. بعد عندها طلب، ها، وأسألك الدعاء، لكن شلون طلب يحرق القلب؟ ها شايف انت بعض الأحيان تبغى تودع إنسان، نعم، يطلب منك طلب أو هو أو أنت تطلب منه طلب، هكذا العقيلة زينب في حال خروجها، حال التصوير لسان الحالها كأني بزينب، نعم، تطلب طلبا من الحسين. شنو هالطلب؟ تقل يا خويا خويا لا تقول ما عندك مروه خويا خويا لا تقول ضيعت الأخوة يا خويا خويا يا حسين شوف الشمر بيا
اش سوايا وساط علمتوني تلوى هي والله ساط علمتوني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. اللهم انصرنا بنصرك، أيدنا بتأييدك، سددنا بتسديدك يا كريم. اللهم انصرنا على أعدائنا، فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر، فرج عن جميع إخواننا المعتقلين، أخواتنا المعتقلات، ارحم شهداءنا الأبرار. اللهم احشرهم مع محمد وآل محمد. إخواني الحاضرين آباء احفظهم في أهليهم وذويهم، يسر أمورهم، اقضي حوائجهم، وفقهم لما يرضيك، جنبهم معاصيك. من اجتمعنا لأجله جاف الأرض عن جنبه، أصعد بروحه إليك، احشره مع من يتولاه ويحبه، مع محمد وآل محمد. إلهي آنس وحشته وارحم غربته، وسع عليه في قبره. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وتجاوز اللهم عن سيئاته. اللهم إنا نحتسبه عندك يا إله العالمين، فارحمه وإيانا إذا توفيتنا يا أرحم الراحمين. نقرأ هذا الإعلان، تتقدم عائلة المرحوم الفقيد محمد خليل سرور بالشكر الجزيل لكل من واساهم بفقدهم المرحوم، سواء بالحضور والمشاركة في مجلس العزاء أو بالتواصل غير المباشر، كما تشكر كل من سعى للحضور ولم تسعفه ظروفه للمشاركة، سائلين المولى عز وجل ألا يريهم مكروه في عزيز لديهم. كما تطلب عائلة المرحوم من كل من له دين أو أمر مرتبط بذمة الفقيد أن يبادر لبراءة الذمة، طبعا بالتواصل مع كل من ابنه خليل محمد خليل وميرزا يوسف عيسى على هاتف 331-97-918. رحم الله المرحوم الفقيد وتغمده بواسع رحمته، إنه سميع مجيب. ورحم الله من يقرأ سورة الفاتحة وأهدى ثوابها للفقيد ولجميع المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم.